المركز فيه 4 شعب علمية، كل شعبة يعني بتعادل كلية عشان نقرب للسادة المشاهدين. دورنا ايه خاصة في المناطق الحدودية؟ عندنا 11 محطة بحثية في ربوع الصحراء المصرية. كان توجه لازم تبقى النماذج على أرض الواقع. في توجهات النهاردة من القيادة السياسية بالتنمية الزراعية في سيوة. في توجه رئاسي بدمج أبناء سيناء. بالنسبة لدور المركز النهاردة في المشروعات القومية الزراعية. الزراعة بخير، ليها نشاط كبير جدا، والزراعة هي أساس التنمية في أي دولة. برنامج الثمرة يأتيكم في الأوقات التالية.